السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية، وهي في أركان الصوم وسننه ومكروهاته. المادة الثامنة، وهي في أركان الصوم وسننه ومكروهاته. فهيا ندرس لنعلم فنعمل، لنعلم فنعمل. وهذا هو التفقه في الدين. والرسول الكريم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أركان الصوم، وهي أولا، وتعرفون الأركان عليها ينبني البنيان، لا أركان لا بنيان، إن هدم ركن سقط البناء. الأركان جمع ركن. قال: أول الأركان النية. ما هي النية؟ عزم القلب على الصوم، عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، أو تقربا إلى الله وتزلفا. إذا كان الصوم فرضا فهو امتثال لأمر الله، وإذا كان نافلا فهو تقربا إلى الله عز وجل. لا بد من هذه النية. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا اللفظ يشمل كل عمل يريد أن يعمله المؤمن، لا بد وأن ينوي العمل هذا، وأنه يريد وجه الله عز وجل امتثالا لأمر الله، أو تقربا وتزلفا إلى الله. فإذا كان الصوم فرضا كرمضان، فإذا كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر. إذا كان الصيام فريضة قضاء رمضان أو من رمضان مما أوجب الله، فالنية تجب بالليل قبل الفجر، من صلاة العشاء، من غروب الشمس إلى قبيل الفجر، هذا وقت النية، ينوي أنه غدا إن شاء الله يصوم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام بالليل من الليل فلا صيام له.
ممكن نحفظ هذا الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام، أي لا أجر له، وإن صام لا يقبل صومه، لا يثاب عليه. من لم يبيت الصيام من الليل قولوا فلا صيام له، لا أجر ولا مثوبة. وإن كان الصيام نفلا لا فرضا، صحت النية ولو بعد طلوع الفجر. إذا كان الصيام ليس فريضة كرمضان وقضائه، ولكن نافلة كيوم الخميس ويوم الاثنين أو رجب أو ما إلى ذلك نافلة، فمتى؟ قال: وإن كان نفلا صحت النية ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار أيضا، إن لم يكن قد طعم شيئا. أما إذا أكل شيئا أو شرب ما ينفع، لكن ما أكل ولا شرب شيئا وقام وطلع الفجر، صلى الصبح وأراد أن يصوم يصوم، لكن إذا أكل شيئا ما يصح. قال: لقول عائشة رضي الله عنها، من عائشة؟ هذه أمنا رضي الله عنها وأرضاها، هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه بنت أبي بكر الصديق. لقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم الأيام، فقال: هل عندكم شيء؟ تمر، خبز، شيء ناكل؟ فقلنا: لا، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم في النهار بعد طلوع الشمس. دخل: هل عندكم شيء من الطعام؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. ومن هنا علمنا جواز صيام النافلة بعد طلوع الفجر ينوي، بعد طلوع الشمس ينوي ويصوم، على شرط واحد. ما هو؟ أن لا يكون قد أكل أو شرب. وحديث عائشة هذا في الصحيح. ثانيا، عرفنا الركن الأول للصيام النية. الركن الثاني ما هو؟ قال: الإمساك، أي الامتناع، وهو الكف والمنع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع. الإمساك الركن الثاني. الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك. ما هو الإمساك؟ الامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع النساء. الركن الثالث الزمان، أي الوقت، والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو صام إنسان ليلا وأفطر نهارا لما صح صومه أبدا، ما إن كادت الشمس تغرب حتى أمسك وقال: أنا أصوم الليل ولا أفطر حتى تطلع الشمس. هل هذا الصيام شرعي؟ صيام باطل ولا يصح. إذن الزمان والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو صام امرؤ ليلا وأفطر نهارا لما صح صومه أبدا، وذلك لقول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، ما قال إلى النهار. وأتموا الصيام أيها الصائمون إلى الليل، فدل هذا قطعا على أن الصيام بالنهار ليس بالليل.
كم هذه الأركان يرحمكم الله؟ ثلاثة. إن بطل لكم بطل الصيام. كهذه الأعمدة، سقط عمود سقط السقف. أركان الصيام النية، الإمساك الزمان. النية، الإمساك، الزمان. ما المراد من الزمان؟ الوقت. ما هذا الوقت؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تفقهوا يرحمكم الله. ثانيا، سنن الصوم. الصوم له فرائض وإلى أركان، وله نوافل وسنن. ما سنن الصيام؟ قال: سنن الصيام هي أولا تعجيل الفطر، ما إن تغرب الشمس إلا وتناول الطعام أو الشراب. تعجيل الفطر وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس، سواء بنظرك إليه وهي أمامك، أو بالأذان يؤذن، أو بالساعة الملتزمة. أقول: تعجيل الفطر سنة وإلا لا؟ ما نتركها أبدا، وهي الإفطار عقب تحقق غروب الشمس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هيا نحفظ هذه الكلمة الغالية: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس، أي المسلمون، بخير ما عجلوا الفطر، فإن لم يعجلوهم انتكسوا وهبطوا. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما معنى عجلوا؟ استعجلوا، ما إن غابت الشمس حتى تناولوا الماء أو الطعام. ثانيا، نعم، وقول أنس أيضا دليل آخر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. هذا خادم الرسول يقول، أنس بن مالك، ما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. هذا تعجيل وإلا لا؟ تعجيل للإفطار من الصيام. ثانيا، كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء، من السنة أن يكون الإفطار على رطب أو تمر أو ماء، ما يكون على خبز أو حلوى. مرة ثانية، من سنن الصيام كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأفضل هذه الثلاثة أولها وآخرها أدناها. أولها ما هو؟ الرطب. أدناها ما هو؟ الماء. سبحان الله، هذا فقه وإلا لا؟ تفقه في الدين. قال: كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأفضل هذه الثلاثة التي لا بد من واحد منها، أولها وآخرها أدناها، وهو الماء. أفضلها الرطب وأدناها الماء. ويستحب أن يفطر على وتر. يا من تريد أن تفطر غدا الخميس، يستحب لك أن تفطر على وتر فرد، ثلاثة أو خمس أو سبع أو تسع تمرات أو رطب، لأن الله تعالى وتر يحب الوتر. الله وحده وتر، يحب الوتر حتى في الإفطار. التمرات التي تأكلها اجعلها وترا. نعم، قال: ويستحب أن يفطر على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هذا خادم الرسول يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات جافة يعني حسوات من ماء. وهكذا الصائمون معكم يفعلون. ثالثا الدعاء عند الإفطار، يسن الدعاء عند الإفطار كما يسن ماذا؟ أن يكون الإفطار على رطب على تمر، وما يسن كذلك الدعاء عند الإفطار. إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرة ثالثة اللهم لك صمنا لا لغيرك، انتبهتم؟ خاصة الصيام لربنا. اللهم لك صمنا وعلى رزقك سواء كان رطب أو تمر أو ماء أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه ماذا؟ عاد عبد الله عمر تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. إذا أراد أن يفطر يدعو مع الإفطار، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي. معناها كان يعترف بالذنب ويستغفر الله ويطلب المغفرة. ماذا كان ابن عمر يقول؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي ويفطر. ولهذا الدعاء واسع، سواء دعاء عمر ابن عمر ودعاء الرسول أو أي دعاء يستحب لك تسأل الله شيئا. رابعا من السنن، السنة الرابعة السحور أو السحور، وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل بنية الصوم. ذي سنة ثالثة رابعة السحور وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل. السحر ما هو؟ آخر الليل، بنية الصوم، لا بد من النية، يأكل ويشرب بنية أن يصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين صيامنا، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفارق بيننا وبين اليهود والنصارى في الصيام نحن نأكل في السحر وهم لا يأكلون. إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ومنها تأكد السحور لا بد ولو بالماء. مرة ثانية قال رابع السنن السحور
وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل بنية الصوم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور هي الفاصلة، هم لا يتصحرون أبدا ونحن نتصحر، وينبغي أن نتفارق معهم ولا نتحد ما استطعنا. خامس السنن: تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل. نعم، نعود إلى السنة الرابعة: السحور والأكل والشرب في السحر آخر الليل بنية الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فعل الأمر، فلماذا نتسحر يا رسول الله؟ إن في السحور بركة فلا نفقدها ولا تفوتنا، ولو على تمرات ولو على ماء. خامس السنن: تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل، ساعة أو ساعة نصف أو ساعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. سبحان الله، أبشروا، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. الحمد لله. لكن أذكر أن بعض إخوان لا يتصحرون أبدا ويعتزون بهذا، أو يتصحرون قبل أن يناموا وخاصة في رمضان. السحور يكون في آخر جزء من الليل قبل الفجر. يقول خامسا: تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما من عجلوا الفطر؟ كما سمعتم، ما انتهوا بالشمس إلا وأنت والطعام في يديك، ماء طعام رطب أولا، التمر ثاني، ما وجدنا الماء. قال في بيان الوقت: ويبتدي وقت السحور منين؟ يبتدي من نصف الليل الآخر. وقت السحور يبتدي من نصف الليل الأخير، الليل فيه 12 ساعة، بعد مضي 6 ساعات يدخل الستة الأخيرة يبتدي السحور. ويبتدي وقت السحور من نصف الليل الآخر، وينتهي قبل الفجر بدقائق. ينتهي السحور قبل الفجر بدقائق، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول زيد بن ثابت أحد الأصحاب رضوان الله عنهم: قال: تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قد 50 آية، قد ما يقرأ القارئ 50 آية هذا الوقت. آمين. والآن عرفنا أركان الصيام وسننه ولا لا؟ تنبيهات أو تنبيه واحد تفطن له. قال: من شك في طلوع الفجر، شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ثم يمسك. شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، كل واشرب حتى تتيقن بأن الفجر طلع. من شك في طلوع الفجر له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر
ثم يمسك أن يمتنع عن الأكل والشرب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية نفت الشك، كل واشرب ما دمت لا ما دمت تشرب، فإن تلقنت فلا أكل ولا شرب. قال من شك في طلوع الفجر له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ثم يمسك لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنه حضر الأمة وعالمها إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. صاحب يقول أو أحد الأبناء الصحابة لابن عمر ابن عباس إني آكل وأشرب فإذا شككت أمسكت، فقال له كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. هكذا هذا السائل قال إني آكل وأشرب حتى أشك، فإذا شككت تركت الأكل والشرب. قال بالعكس، كل واشرب حتى لا تشك بأن الفجر طلع. هذا التنبيه واضح وإلنا. الآن مكروهات الصوم، ما ينبغي أن نتركه ونحن صائمون. قال يكره للصائم أمور من شأنها الإفضاء إلى إفساد الصوم، من شأن أنها تفضي به إلى إفساد صومه، وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد الصوم لكن تؤدي إلى إفساد الصوم. ما هي؟ أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء. المضمضة والاستنشاق ما تفسد الصيام لكن تؤدي، قد يدخل الماء في حلقه في معدته. المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، انتبه، وبالغ في الاستنشاق لتطهر أنفك إلا أن تكون صائما، فلا لا خشية أن ينتقل الماء إلى حلقك. فقد كره له صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل إلى جوفه شيء من الماء فيفسد صومه. ثانيا القبلة، إذ قد تثيء شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المذي أو الجماع والعياذ بالله. القبلة مكروهة، يا صائم لا تقبل ما أتك، لا تحب بفيك أبدا، انتبه. هذا الحب التقبيل ما يفسد لكن يؤدي إلى الفساد، قد ينتعش ذكر ويفضي ويمضي. عرفتم القبلة هي المكروه الثاني، إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المذي أو الجماع والعيال حتى حيث تجب الكفارة عليه. ثالثا من المكروهات إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة، ما تبقى تنظر إلى زوجتك من رأسها إلى رجليها وأنت تفكر، هذا النظر والتفكير قد يؤدي بك إلى جماعها، قد يؤدي بك إلى أن تفرز المني والعياذ بالله. النظر من حيث هو ما في شيء لكن يؤدي وإلى لا، فلهذا يكره للصائم أن يديم النظر، نظر واحدة لا بأس، أما يبقى ينظر ويفكر يهلك. إدامة النظر
إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المتي أو الجماع حيث تجب الكفارة. ثالثا هذا الثاني القبلة القبلة والآن إدامة النظر بشهوة إلى الزوجة. رابعا الفكر في شأن الجماع، جالس غمض عينيه ما يغمض يفكر في الجماع كيف يتم، هذا التفكير يثير الغريزة ويندفع ويخرج المذي منه أو المني. يكره للصائم التفكير في الجماع، يكره للصائم أن يفكر في الجماع كيف يتم أو كيف يكون أو كذا كذا بالمرة. واضح هذا المعنى؟ خامسا اللمس باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد، لمس المرأة هكذا زوجته بيده هذا يكره لأنه يؤدي إلى الجماع، اللمس باليد أو مباشرتها بالجسد، كان يضم جسده إلى جسدها ينضم إليها بالجسد ما هو باليد بالكتف بالظهر، هذا مكروه للصائم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وإلى لا. نعم قال نعم اللمس باليد للمرأة أو مباشرتها بالجسد مكروهان. سادسا مضغ العلك خشية أن يتسرب بعض أجزائه منه إلى الحلق، العلك معروف يمضغ يعرفه النساء والرجال، الصائم ما يملق هذا، قد يتسرب شيء إلى حلقه، فمن الخيار الاحتياط أن لا يعلك العلك. سابعا ذوق القدر أو الطعام، العلك هو المراد النوع الأصلي، أما إذا كان حلاوة هذا يفسد الصيام. ثامنا تاسعا سابعا ذوق القدر أو الطعام، تعرفون القدر يذوق هل فيه ملح أو حار أو كذا ما ينبغي، أو الطعام يفسد عليه الصيام، لكن إذا كان طباخا ممتازا وكذا يضع طرف لسانه فقط ثم يمسحه ممكن يجوز له ذلك. ثامنا المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها، مضمضة الماء في الفم لغير حاجة ما ينبغي مكروه إلا إذا كانت لوضوء أو لضرورة، المضمضة لغير وضوء لأن المتوضي مضمض، المضمضة لغير الوضوء أو حاجة تدعو إليها، فإن دعت الحاجة ومضمضة لا بأس ما هو بمكروه. تاسعا للاكتحال بالكحل في العينين، هذا للمرأة ولا الرجل، الرجل يكتحل إذا كان يعالج عينيه بالكحل، الكحل في دواء وشفاء، الرسول كان يكتحل مول الزينة، الزينة للنساء، الاكتحال في أول النهار ما ينبغي ولا بأس به في آخر النهار بعد العصر. لماذا؟ لأنه يتحلل ويذوب شيئا فشيئا ساعتين ثلاثة أربعة يصل الحلق، لكن إذا كان آخر النهار بعد العصر بساعة كذا ما يتحلل حتى يدخل المغرب. هذا هو الفقه، الاكتحال يكره في أول النهار ولا يكره في آخر النهار. عاشرا الحجامة أو القص أو الفصل، الحجامة معروفة والفصل كذلك إخراج الدم خشية الضعف
إذا احتجم أو أخذ دم بالفصادة خشية أن يضعف فيحتاج إلى الإفطار. فمن الأحوط لدينه إذن أن لا يحتجم ولا يفصل، لأن خشية الضعف يؤد إلى الإفطار لما في ذلك من التقريب الصوم. أخيرا الحجامة أو الفصل، تعرفون الفصل وإلا؟ لأن يخرج الدم من العرق. لماذا يكره هذا وتركه أو لا؟ خشية أن يضعف فيحتاج إلى الإفطار فيفطر فيفسد صومه. فالأحوط إذن أن لا يفصل وأن لا يحتجم. أما السواك فمشروع، السواك مشروع، وبعض أهل العلم يكرهونه، قد يتسرب بعض الشيء من العود إلى الحلقة، ولكن محمود وليس بمكروه. نعم الفرشاة، نحن نتكلم على السواك عود الأراك. والآن يا معشر المستمعين مع الأسئلة والإجابة عنها. سائل كريم يقول: هل يجزيني ويكفيني أن أنوي الصيام صيام رمضان في أول ليلة؟ إيه نعم أول ليلة من رمضان تنوي صيام الشهر كله، ومن ثم لا تحتاج إلى تجديد النية إلا على سبيل الاستحباب والندب. اللهم إلا إذا انقطع الصيام بسفر أو بمرض أو المرأة بحيض أو نفاس يجدد النية وجوبا. أول ليلة من رمضان تنوي صيام الشهر بكامله تجزئك، ولست في حاجة إلى تجديد النية كل ليلة، وتجديدها مستحب وفيه فضل، ويتم لك ذلك إلا إذا انقطع صومك بسبب من الأسباب كالسفر، أفطر في سفري كالمرض أفطر، حينئذ يستأنف النية من جديد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل أكل وشرب ثم تيقن أن الفجر قد طلع، فهل يتم الصيام؟ السائل يقول: أكلت أو شربت ثم تبين لي أن الفجر قد طلع، هذا الصوم فريضة أو نافلة؟ يقول في رمضان. إذا كان فريضة لا بد من إعادة هذا اليوم، يواصل صومه ويقضي هذا اليوم، ما يقول أنا أكلت شربت هيا نتغدى اليوم، لا يحل هذا أبدا، لأنه رمضان فريضة الله، يواصل صومه والأفضل أن يقضي هذا اليوم. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: إذا كان إناء الماء في يدي وسمعت الآذان هل أكمل الشرب أم ماذا أفعل؟ السائل يقول: إذا كان في يدي الإناء فيه ماء وأنا أشرب أقطع الشرب أو واصله؟ الجواب: واصل شربك حتى تنتوي، فقط إذا أذن المؤذن ما بقي لك أن تحمل الماء وتشرب، لكن إذا كنت تشرب وأذن واصل شربك، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. ويقول السائل: كنت مسافرا أنا وزوجتي في رمضان وكنا مفطرين وجامعت زوجتي، فهل علي كفارة؟ السائل الكريم يقول: كنت مسافرا مع زوجتي وكنا مفطرين، لأننا مسافرين كذا، نعم، ثم جامعتها في هذه الحال، هل علينا كفارة؟ الجواب: لا، عليكم الغسل وقضاء هذا اليوم، اغتسلوا وقضوا هذا اليوم بعد نهاية رمضان. أثابكم الله. ويقول السائل: جئت أنا وأمي للعمرة
وفي أثناء الطواف بالبيت مرضت أمي ولم تكمل الطواف فأكملت عليها. يقول فهل عليها شيء؟ وإذا كان عليها دم فهل تذبحه في مكة أو في المدينة؟ السائل يقول كنت أطوف مع والدتي وإذا بها تضعف أثناء الطواف ما استطاعت فجلست أو ابتعدت وطفت أنا عنها كذا، فماذا عليها؟ الجواب عليها هدي، وهو ذبح شاء أو صيام 10 أيام لأنها ما طافت ما كملت الطواف، والطواف ركن العمرة كركن الحج. يقول هل أذبح في مكة أو في غيره؟ إن أمكن الذبح في مكة أفضل، فإذا ما تمكن يذبح في أي مكان ويوزع على الفقراء والمساكين فقط، لا الضيوف ولا الأغنياء ولا أهل البيت. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول السائل لقد سمعنا من فضيلتكم أنكم ذكرتم دعاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. يقول هل هذا الدعاء يقال في السجود أم بعد التشهد؟ يجوز أن تقوله في السجود وأن تقوله بعد التشهد.